دكتور محمود محي الدين، في الكتاب الجميل يعني كل شوية الحقيقة بنرجع لفصوله في التقدم مربكات ومسارات، حضرتك اتكلمت على المرأة وكان في فصل بعنوان هي والتنمية، وقلت إن المرأة هي يعني غالبا هي الضحية الأكبر للفقر وفشل التنمية. وده أما كتبت هذا الأمر كان صحيحا، وكمان من عدة أسابيع أشار الأمين العام للأمم المتحدة إنها كمان الضحية الأكبر للأوبئة وللمشكلات البيئية والأعاصير. والنسبة مش مثلا 5% 10%، في حالة ما يترتب على تغيرات المناخ من مشكلات الإصابات للمرأة 14 مرة. أنا رجعت حتى 14 مثل الرجل؟ يعني في واحد بيبقى الإصابات 14، لأنها بتكون القدرة على الحركة بتبقى أقل، القدرة على التصرف بتبقى أقل، اهتمامها ببيتها وحماية أطفالها بتخليها دائما في الآخر. فهنا مسألة الحماية بتبقى واجبة لها ولأطفالها بشكل أفضل مما هي عليه الآن. لكن موضوع نصيبها من التنمية هو أولا التعليم، حتى ما تطور وتحسن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ما هياش 50% زي ما هي نسبتها في السكان، وهي أكتر كمان من كده. وإذا عملت مش بالضرورة بتاخد ذات الأجر وذات الراتب، حتى في عدد من الدول التي تتشدق بالمساواة والعدالة وحقوق النساء، بما في ذلك بعض الدول الإسكندنافية، هتجد في ما يعرف بالويج جاب أو فجوة في الأجور غير مبررة بالإنتاجية، هتجد نفس العمل نفس الساعات نفس الإنتاج. طب لماذا؟ لكن الفجوة عندهم طبعا أقل من ذلك. لماذا يعني؟ هي فكرة التمييز يعني اللي بيتم معالجتها بعدد من القوانين، ولكن مش بالضرورة بالتطبيق. زائد كمان أنه هو في بعض التخصصات هتجدي انه المرأة مش بالضرورة كانت مشجعة ولا كانت مقبلة عليها في التخصصات العملية، يعني الهندسة، الطب، المجالات اللي بيبقى فيها عائد اكبر. حتى ما تشوف في اعمال البنوك بتجد انه حتى اذا كثرت المرأة والنساء في العمل مش بالضرورة تجديها في المناصب التنفيذية العليا الا اذا كان في قواعد لهذا. وبالتالي هتجد ان مثلا في القواعد الجديده الخاصه بالحوكمه انه يجب ان تكون على الاقل ان في 2 من النساء على اي مجلس اداره لمؤسسه ماليه او اقتصاديه. لو كان عدد 7 يبقى الحد الادنى 2، طبعا الافضل ان يبقى النص، ولكن بتجد ان في عدد من الدول الغربيه الى الان بتطالب ب2، فده معناه انك كنت جاي من صفر. دي كانت قطاعات بيسيطر عليها الرجال. يعني قعدنا فترة طويلة جدا بنتكلم على ان المرأة نصف المجتمع، كان ده اكتشاف، ولكن هي القصة كلها لكن المفروض بقى يعني تراعي مسألة النصف، هي نصف المجتمع ونصف الموارد ونصف القدرات. والمجتمع الذي شل هذا النصف عامدا متعمدا بيدفع الثمن، انه بدل ما يبقى عندي قدرة انتاجية اعلى وقدرة للتطوير اعلى وقدره للمنافسه احسن وقدره على زياده الدخل بشكل افضل حتى على مستوى الاسره، عطلت هذا الامر تعطيلا كبيرا. تنميه الريف اصعب من تنميه الحضر، مسانده المراه اصعب من مسانده الرجل.